بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. انتهينا للوقت الساعة 8 يوم الخميس، يوم الخميس 9 أبريل، من اجتماع مشترك ما بين لجنة الدفاع والأمن، مجلس الدفاع والأمن واللجنة العليا لطوارئ الكورونا. حضر الاجتماع أيضا ممثلين لقوى الحرية والتغيير، وتم نقاش عن مواضيع مختلفة، من ضمنها موضوع طبعا بتاع الوضع الصحي الحالي بتاع وباء الكورونا نفسه والاستعدادات حوله وبعض التدابير. ستكون هنالك إفادة بالقرار الذي خرج به الاجتماع المشترك، ولكن هنالك معلومة مهمة جدا لازم تتقال، أو معلومتين. الأولى في المعلومات دي هي أنه الليلة العصر تأكدت الحالة رقم 15 في رجل سوداني حوالي 40 في الأربعينيات من العمر، حاليا بصحة جيدة ويتلقى الرعاية. وصل السودان قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 20 مارس، وبلغ يوم 6 أبريل، وتم الفحص وطلعت النتيجة الليلة، وتم دخوله إلى عنبر العزل في ولاية الخرطوم. الرجل من الساكن من سكان ولاية الخرطوم، ويتم الآن تقصي كل المخالطين لهذا الشخص. مرة ثانية أنا بناشد كل المواطنين اللي كانوا في هذه الطائرة اللي جات من دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 20 مارس، وأيضا كل السودانيين العائدين من الخارج بالطائرات حين فتح المطار لفترة بتاع وجيزة، إنهم يتصلوا بينا، يتصلوا بالأرقام 9090 أو 221، مرة تانية 9090 أو 221، لأنه نحن في 40% من الناس ديل ما قادرين نحن نصلهم، لأنه الأرقام اللي كانت موجودة هي أرقام غلط الدوا علينا في الاستمارة في المطار أو في المعبر لمن دخلوا. ونحن بنناشد هؤلاء المواطنين إنهم يقوموا بواجبهم بإنهم يبلغوا عشان نقدر نشوفهم ونشوف المخالطين معهم وأسرهم وجيرانهم، ونشوف لو هم محتاجين لرعاية خاصة ولا لا. دي الحاجة الأولى. بالتالي بالنسبة للملخص، الملخص بتاع السودان دلوقتي إنه في 15 حالة توفي لرحمة مولاهم حالتين، الحالة رقم 1 والحالة رقم 6. في 3 أجانب، واحد فيهم اتخرج طلع من العزل الحمد لله. وفي دلوقت في السودان حالات 3 تاعت ناس كانوا مخالطين لناس مسافرين، لكن هم ذاتهم الثلاثة دين ما سافروا. فنحن حسا في صدد انه في بداية بتاعت انتشار محلي وليس مجتمعي بعد، ولكن محلي. ودي مرحلة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا في كل التدابير المفروض تفرض. قدمنا احنا في وزارة الصحة رأينا في انه يكون في اغلاق كامل للبلاد او على الاقل لولاية الخرطوم لفترة بتاع 3 أسابيع، بيسمح فيها بانه يكونوا في الناس يطلعوا يحددوا لهم مخابز معينة، بقالات معينة، تدابير معينة لازم تتم قبل ما يحصل الإغلاق دي، تحدد الحاجات دي، تحدد صناعات استراتيجية معينة. لكن احنا في مرحلة من المرض زي ما عرضنا قبل كده ايضا، ما عندنا سلاح غير انه احنا نوقف هذا المرض واي انتشار له بانه يكون في اغلاق كامل للولاية بتاع الخرطوم على الاقل وما لكل البلاد لفترة بتاعت على الاقل 3 أسابيع. ما زال هنالك تحضيرات مهمة جدا عشان نحن نحضر لهذا الإغلاق، بتقوم بها جهات تانية في الدولة وليان أخرى تحت لجنة الطوارئ. من ضمن التحضيرات دي إنه بيحاولوا يحضروا في الحاجات المفروض تصل للناس اللي عندهم رزق اليوم باليوم، الأشياء المعينة المفروض تكون فاتحة في الحلة ذاتها عدد معين، الآليات ذاتها بتاع توصيل الطعام، الآليات بتاعت إنه في المصانع ذاتها وفي الصناعات المختلفة الاستراتيجية يا تفهم اللي يكون شغال يا تفهم اللي ما يكون شغال، وانه دي حاجة مهمة جدا جدا انها لازم تتحضر قبل ما انت تعمل اغلاق عام عشان ما ينضر المواطن من هذا الاغلاق العام.
فنحن حس بس منتظرين دي، بنتوقع إن شاء الله ونتمنى اللجان الأخرى دي تخلص من الشغل بتاعها في خلال فترة وجيزة جدا لا تتعدى أيام، نتمنى ذلك. بعد ذاك وبعد ما تجهز اللجان دي وتعمل الآليات بتاعتها، برضو بنحتاج أن ندي المواطن مهلة بتاعت على الأقل 3 يوم أيام عمل عشان يدبر حاله ويكون عارف أنه هو لفترة بتاعت 3 أسابيع ما حيكون قادر يزور زول بعيد من يم حلته، لأنه بالكثير حندي 1 ساعة 2 ساعات كل يوم عشان الناس تطلع تجيب حاجاته وتجي زي ما بتعمل الدول الثانية. الاستثناءات تكون لمنه، لياته قطاعات، لياته أفراد، دي برضو حاجة مهمة ودي أساسا تم تجهيزه. لكن احنا كوزارة الصحة بنفتكر انه من المهم جدا جدا يتم اغلاق كامل باسرع فرصة ممكنة ما ان تكتمل هذه التحضيرات التي تقوم بها لجان اخرى داخل اللجنة العليا لطوارئ الكورونا. من القضايا الثانية اللي تكلمت عنها امبارح كان هي القضايا تحت الاعتداءات المستمرة على الكادر الصحي، كل الكادر الصحي في كل ولايات السودان او معظم ولايات السودان. تكرر وتكرار هذه الاعتداءات، وأشيد بالصبر وبالخدمة وبالقوة وبالمثابرة وبالسلمية بالالتزام المهني بتاع الأطباء والكوادر الصحية في الضعين في المستشفى تحديدا في ولاية شرق دارفور، لأنهم صابرين على اعتداءات متكررة زي ما صابرين زملانهم في ولايات كثيرة. ناقش الاجتماع اليوم مسودة قانون وتم تجهيزه، كنت متوقع انه يجهز الليلة لكن حس الساعة 8 وانا وعدته امبارح انه في خلال 24 ساعة يخلص، ولكن هنالك ملاحظات كانت قيمة جدا من مجلس الدفاع والامن، من ضمنها كمثال انه لازم تكون في عقوبة رادعة ايضا لمن يخزنون الدواء والسلع الاستراتيجية الهامة، عشان انت لمن تعمل الاغلاق ما تكون في ندرة في السلع كمان زيادة، والناس اللي بيخزنوا الدواء وغيره، وملاحظات أخرى أيضا عن التهريب عبر الحدود، الناس اللي بيتاجروا بالبشر، الناس اللي بيهربوا البشر والسلع اللي بتتهرب عبر الحدود وبيجوا معاه ناس، فيتخطط ملاحظات جيدة جدا ممتازة وضيفت للمسودة اللي كان مفروض تجاز وتصدر ونعلنها الليلة. إن شاء الله بإذن الله اكتملت هذه المسودة مع كل التعليقات، ونتوقع بالكثير عشان ما أكون متفائل تاني بحلول يوم السبت ده بإذن الله، يوم السبت يوم 11 أبريل هتكون صدر هذا القانون بصورة محكمة. وهذا القانون أول مادة فيه هي لتجريم كجريمة الاعتداء على الكوادر الصحية في أي مكان أثناء تأدية عملهم في أي مكان، سواء كان كادر صحي بحاول يشيل عينة من زول مشتبه للكورونا أو لأي سبب من الأسباب، كادر صحي محاول ينصح مخالطين بأنهم يمشوا يفحصوا، كادر صحي بيعالج بيفرز في الحالات برا مركز صحي أو برا مستشفى، كادر صحي جوا بحاول يلف عيان وبيتهجموا عليه سواء كانت قوات نظامية سواء كان مرافقين سواء كان أي شخص آخر. وهذه عقوبة صارمة وتعتبر جريمة وليست جنحة ولا حاجة بسيطة. فإن شاء الله ما داير استبق الحاجات دي، لكن نشوف إن شاء الله القانون لمن يصدر، بس اطمأنينا الليلة واستفدنا كثير من هذا النقاش من مقترحات بقية الأعضاء في الاجتماعين المشتركين وأيضا من زملائنا وزميلاتنا في قوى إعلان الحرية والتغيير. فأنا بعتذر عن أنه الليلة كان مفروض يصدر هذا القانون، ولكن أفتكر كانت حاجة انتظار بتاع يومين تاني بيكون برضو شيء مفيد. في الأثناء دي داير أحيي كل الكوادر الصحية خاصة الشغالين في عنابر العزل في المعابر المختلفة في عنابر الإيواء أو الحجر، كل الكوادر الصحية الشغالين في التقصي في الرصد في المعامل، وتحية خاصة للموجودين في المرافق الصحية وبيتم الاعتداء عليهم تقريبا بشكل يومي بالناس، يا إما قاصدين عشان يخلقوا بلبلة وسط الأطباء أو بين مكونات هذه الحكومة، أو ناس متفلتين ما عارفين يضبطوا مشاعرهم في ثورة جات بالسلمية، في ثورة جات وضبطت نفسها على مدى 9 شهور. مرة تانية زي ما عملت امبارح ما حكرر وما حزيد كتير، لازم نحن نحترم الكادر الصحي، ولازم نحترم أي موظف بتاع دولة وهو بيأدي في الواجب بتاعه. شكرا جزيلا وربنا يحمي بلدنا. مع السلامة.